27 شمال. تعليماتك يا باشا. يا عسكري دخلي المتهمين بتوع قضية الخطف واحد واحد. يلا. تمام يا فندم. خش يا متهم. ما بالراحة يا عم. ولا هو ايه اللي بالراحة؟ كنت فاكر نفسك في صيدلية وهو بيديك حقنة؟ معلش. 27 شمال. قولي بقى يا حبيبي، مين اللي قال لكم تعملوا كده؟ يا باشا حصل خير. حصل خير؟ ده احنا ماسكينكم متلبسين وانتوا خاطفين 14 بنت كاسر وطالعين بيه مع الطريق الصحراوي وتقول لي حصل خير؟ ولا الصيدلية اللي انت بلاعها دي لو ما فوقتش منها هقوم افوقك. يا باشا صيدلية يا باشا، انا صحتي عندي اغلى من الياقوت. كنت جنبك يوم ولادتك عندي اغلى من الياقوت. كنت معاك يوم ولادتك عاوزك جنبي. سابق يا مدام يا عسكري. تمام يا فن، خد الواد ده ارميه في الحجز. دخلي المتهم التاني. مع الشكر. ده ايه القضيه العقري دي؟ تمام يا فندم. خش يا رفاعي. ايدك يا امين خالد. ما اسميش امين خالد، لا انا اسمي يوسف عادي يعني. يا باشا النمر اللي انتوا بتعملوها مع العيال الصغيره دي ولا تاكل ولا تشرب معايا، بس يكون في علمك هاخد في المشوار ده يوم، هاخد في تأبيده هتفضل في القلب والعقل يا باشا، وربنا ما يوريك عقل الفعل ده لما بيفكر وقلبه لما بيموت. يا عسكري. تمام يا فندم. خد المتهم ده ارميه في الحجز. انا معايا الفعل. يا رب عدي القضية دي على خير. انت يا ابني مين اللي مشغلكم وقال لكم تعملوا كده؟ بص بازا، بازا انت بازا وزمايلك بازوات وبازا مصر، انا باكل سمك وزبيب ومازي جنب العيد وعندي بازل وزيد وبليس في الهيصة ورزيد. يا عسكري. يا عسكري. تمام يا فندم. خد الواد ده ارميه في الزبالة. في الحجز. ايه يا سعاد؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ بتقولي ايه؟ ليلى بنتنا اتخطفت؟ طب اقفلي 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 اقفلي، انا جاي حالا. تلاته. هو يوم ما هبب من اوله